شوف بقى يا مستر حمزه، انا ساكته ومستحمله في الشركه دي كتير وبعدي وبفوت اكتر، انما لحد الاذيه ولا اذيت مين؟ اذيت مين؟ والله هتعمل بقى ان مش انت السبب في اللي حصل لفريده؟ فريده؟ ايه اللي حصل لفريده؟ سلامتك يا انسه فريده. الله يسلمك يا حضره الظابط. كويسه وزي الفل، امال في ايه بقى؟ تعبانه ليه؟ كويسه ازاي حياتك؟ انت مش شايف اهو؟ اهو ايه جت على دي؟ والله احمدي ربنا، احمدي ربنا، احمدي ربنا وبيخلص ذنوب اللي عليكي. ليه كده يا حضره الظابط؟ وحياتك بتكلمني كده ليه؟ عشان مراتي واخده العيال وسايبه البيت وقاعده عند امها بسببك. وانا مالي؟ وانت مالك ايه؟ اتملت دماغها بالفيديوهات اللي انت قاعده بتعمليها. دي انت فهمتي ولا ايدك وجعاكي؟ الاثنين. من فضلك يا حضره الظابط كفايه كده، فريده تعبانه ومش حمل كلام كتير. لا معلش ثانيه واحده، هم كلمتين ومش هناخد وقت كتير، انا كده كده عندي جلسه طلاق مش فاضلكم. قولي لي تشكي في حد؟ مع ان اعدائك كتير. بشك في حد بعينه. اسمه ايه؟ حمزه الجبالي بره يا فندم، عاوز يدخل. عايز يدخل يعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم يا عم. بره، انا بحقق. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ روح دلوقتي، مش عايز حد. مساء الخير. ايه ده، في ايه؟ واحنا في مستشفى ولا احنا قاعدين فين احنا؟ حضرتك انا ظابط وبحقق دلوقتي واخد كلمتين. فعلا؟ والله. معلش مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ نور. اتفضلوا كملوا تحية، اتفضل. انا قريبها. طب خليك واقف معايا. مين اللي بتشك فيه؟ في حد بعينه. انا بشك فيه. ايوه. بس انا مش هقدر ابلغ حياتك دلوقتي. هو انت بتجز كده ليه؟ عشان مش متأكدة منه. اول ما اتاكد منه هتلاقيني بكلمك على طول. اكيد. طب تمام، انا كده كده عندي جلسه ومتاخر، ف نكمل تحقيقنا وقت تاني بعد اذنكم. متشكرين يا فندم، متشكرين. يا مساء الفل والورد والياسمين والقرنفل. يا صباح الفل واللافندر والبنفسج والقمر. مش كده حبايبي؟ يا رب يشوفك. ايه جمالكوا ده؟ فعلا؟ ايه طمنيني عليك، انت كويسه؟ الحمد لله. طبعا انت مفكره ان انا اللي عملت فيكي كده، كنت عايزه تقولي للظابط عليا، لكن حاجه جواكي منعتك انك تقولي. صح. اولا مفيش اي حاجه منعتني، ثانيا انا بس ما قلتش للظابط عشان انا مش متاكده، انما انا لما اتاكد هحبسك يا حمزه. مش هون عليك. هتهون يا حمزه. ما تهونش. مش كده؟ كده. منال برا، اطلعي برا. انا برا. يلا 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 يا منال. مش عايز تشرب حاجه سخنه؟ شكر شكر. برا يا منال، برا يا حب، يعني اللي يكون زوره. برا يما، برا. هدي نفسك يا فريد، هدي نفسك. انا هاديه. طب بتعمل ايه؟ يلا بتعمل ايه؟ يلا عشان اديك الحقنه. اطلع بره انت كمان. بره مش بره. ما تخافيش دي عضل. بره ايدي وجعاني.